نتناقشوا انا ونديم، قلت له لا 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 لا، الزنباع يجي صغير وينبت في مدينه مليانه. يقول لك قول لي الزنباع وين ينتباع؟ مليانه فيها الزنباع، مي الزنباع فاكهه الزنباع تجي صغيره ماشي هكذا. لا لا تجي كبيره كاع والله غريب تجي، راهي دايره حاله دوكا في الاسواق الفاكهه. مشاهدينا تواصلوا معنا وتفاعلوا، اللي يعرف اذا كان هذه هي فاكهه الزنباع ولا لا، يهمنا انكم تواصلوا معنا وتاكدوا لنا المعلومه. لكن نمشيو مع الشيف نديم ونشوفوا افكاره في تحضير هذا الطبق. هي هذه كاين يصنفوها فاكهه كاين يصنفوها خضره. ايه نعم، هي خاطر لا الكوتا حاجه شغل بريسك كيما البطاطا ولا جي هكا صافي. احنا هي كما قلت لك ماجورتي نصنف لها خضره ماشي فاكهه.